قول لي بقى يعني اصعب ماتش لعبتوه من وجهة نظرك ايه بقى في الجمهورية؟ هو كان ماتش سبورتنج هو بس احنا ما توفقناش فيه. للأسف. من وجهة نظرك ليه ما توفقناش فيه يا محمد برغم ان سبورتنج خسر من سموحة؟ هو احنا اول ما شفنا اصلا السبورتنج خسر من سموحة قلنا الماتش هيكون يعني سهل شوية. احنا دخلنا مش مركزين وطلع يعني سبورتنج عندها سرعات ما شاء الله يعني كان في الفاست بريك هم حطوا بوينتس كتير جدا من الفاست بريك يعني فده ما كناش موفقين. ده كان اصعب ماتش. طب من وجهه نظرك ماتش سموحه الاولاني ولا ماتش الفيصل مع سموحه هو اللي كان صعب؟ اللي كان صعب الاولاني. الاولاني طبعا كان علينا ضغط كبير جدا. بس برضو يعني كابتن اسلام وكابتن كريم ضيف وكابتن مودي الجرحي يعني هم اللي كانوا مدخليننا في اجواء الماتش والبطوله غاليه ازاي. طيب افضل ماتش لعبته ايه يا محمد من وجهه نظرك؟ هو اخر ماتش الماتش الفيصل الثاني لعبت كويس. جبت 34 بوينت. 34؟ ما شاء الله اعلى ماتش. لا محمد ما شاء الله يعني لعب ماتشات كتير كويسه بس الله. الاخير ماتش الاخير خالص 34 بوينت ما شاء الله يعني كان بسم الله ما شاء الله محمد. الله اكبر عليك. انت بتلعب جارد مش كده؟ هو انا كنت جبت في الماتش ده 5 ثلاثيات وكنت 12 كاما فكنت 20 بوينت لوحدهم. زائد بقى لقطت بقى فري ثرو على شويه لعبات على شويه ميديم 34 بونت. الله اكبر. الفرقه كانت جايبه كام سكور فاكر؟ كانت جايبه تقريبا 85. انا كنت تقريبا اولموست جايب نص 95 ده السكور بتاع ماتش الفاينل. انت خلي بالك لا 95 بونت على السن ده كتير قوي كتير جدا. فانت تقريبا النهارده حاطط تلت السكور بالظبط. اكتر من التلت حوالي 40% لان التلت لو التلت لو تلت ب 35 يبقى 105 ان هو السكور 35 فانت جايب تقريبا حوالي 40% من السكور. الله اكبر عليك ما شاء الله ربنا يحميك. طب انت اختك كانت بتلعب او بتلعب في جامعه دلوقتي؟ في سيسكو. والله ما شاء الله. طب سافرت ازاي؟ هي كانت بتلعب في زهور صح؟ سافرت ازاي ولا ايه اللي حصل؟ هو جالها سكولرشيب من خلال المنتخب يعني لعبت مع المنتخب ولا؟ لا ما لعبتش في المنتخب. كان جالها قطع في الغضروف فما عرفتش تدخل مع المنتخب كويس. دلوقتي احسن يا رب امين. فجالها سكولرشيب فسافرت يعني وتعرف شافوا فيديوهات شافوا حاجه بتاع شافوا فيديوهات واتبسطوا منها بسم الله ما شاء الله. وبتلعب هناك بتشوف ماتشاتها؟ هي بقى قد ايه هناك يا محمد؟ تقريبا سنتين. ما شاء الله. نفسك تبقى زيها؟ ان شاء الله. تروح هناك بقى من المدرسه ولا من الجامعه؟ من الجامعه. تروح من الجامعه. عايز تخلص مدرستك هنا وبعد كده تروح على جامعه ان شاء الله. يعني لو في حاجه من المدرسه يعني مش انا مش هقول لا. بالظبط يعني. لو في حاجه انت شفتها لي يا كابتن استاذ تاخدني معاك. كابتن اسلام برضه عايز يجي معاك ما تنساهوش. ها انتوا اخ واخت بس يا محمد؟ لا عندي اختي كمان في الزهور 2006 ما شاء الله اسمها رولا الشريف. ما شاء الله. انتوا التلاته بتلعبوا باسكت. انت اصلا من ولاد النادي ولا كنت في الزهور وجيت؟ لا كنت في الزهور والاهلي اشتراني. امتى بقى؟ السنه اللي فاتت ولا امتى؟ السنه اللي فاتت. كان في موسم كابتن احمد اسماعيل اللي مسكنا فيه هو اللي اكتشفني. يعني هو اللي اكتشفك وطلبك تيجي وبتاع. ما شاء الله الله اكبر يعني. الله اكبر عليك. لا ان شاء الله تقطع الدنيا يا محمد بجلال.